ما نحكي عن المهرجان الحكاية اللي هلأ عم بيصير في عمان، الافتتاح الدورة الرابعة لمهرجان حكاية، معنا ضيوف من مصر الشقيقة، مصر اللي عرضت قصة الحنين إلى الماضي من خلال عرض طريقة الحياة في الصعيد، ونعرف أكثر. خلينا نشوف التقرير مع مي سيلاوي. الجمال في الصعيد تعسى، استحق تتواسى عليها، وجمال دولة كان من النوع الغالي. فعاليات جديدة ومستمرة للسنة الرابعة على التوالي، عم يفتتح مهرجان حكاية يومه الأول بمشاركة مصرية لفريق نوستاليجا من خلال قصة محكية تحمل عنوان حنين إلى الماضي. المهرجان حكاية هدفه يعني استعادة مركزية القصة بحياتنا، بالتعليم، بالفن، بكل أنواع الحياة. المهرجان بيجيب يعني شركاء وفنانين من كل أنحاء العالم العربي ومن بلاد أوروبية كمان متوسطية، يعني طبعا هم كمان مشان يتعرفوا على بعض ويصيروا يشتغلوا مع بعض، وتقديم عروض وتقديم أفلام وعمل يعني ورشات عمل للشباب مشان يتعلموا فنون الحكي. محاولة إنسانية لرؤية الواقع من خلال الخيال بصورة تعكس رغبة عميقة في إعادة بعث الروح الإنسانية في عالم غير مرئي، عالم رحل وما في سبيل لاستعادته. قصة انعادت 3 مرات بس كل مرة فيها شيء مختلف، يعني هاي الفكرة الحلوة في الموضوع. يعني كانوا يحكوا عن شخصية، عن بنت من الصعيد اسمها دولت، يعني هاي الشخصية انه كيف حبت وكيف انه قتلوها، ومرة قتلوها ومرة انتحرت ومرة ما حبتش، يعني غيروا بالموضوع بس كان متمركزين على محور واحد اللي هو الثار والعار والاشياء هاي. كانت انه المسرحية تنص على 3 اشياء اللي هي الشرف والعرض، وكانت تحكي عن طار في الصعيد والحب والعشق اللي كان بيناتهم جدار فاصل، فكانت تحكي عن بنت اسمها دولة مع خالتها وصال. كانت كتير 3 أشخاص، كانت تتجسد 3 أشخاص أو 3 حكايات من صاحبيتها وأختها وكمان واحدة. كانت تحكي عن صديق الصعيد بشكل عام، نقلت من مجتمع لمسرح. ريحة العطر فاحت في المكان، نعيمة قالت سبحان الله الملايكة حبتني، ريحة الجنة فايحة من بدن دولة، محدش يصرخ ولا الشمع، الملايكة في الطريق جاية، الشمع منها والسرير بقى زمان. البنات شالوا دولة من السرير عملتها وطلعوا بيها على ارضتها وسدوها في السرير عشان يحضروها للموت. وصالي قفلت الأوضة على دولة البنات وحطت المفتاح في صدرها. عم تسعى لحكايات لتعيد إنتاج اللحظات الهاربة المنسحبة، بتوصل طاقة الخيال الجمعي عن طريق مسرحة القصة لحكايات واقعية، تفتح كل مساحات الخيال يلي بتعدها تجسيد لمجمل النسق الأخلاقي والعقائدي لصعيد مصر يلي بيتكون من خيوط عربية وفرعونية ومسيحية، عبر محاولة فنية لمسرحة فن الحكي. لبرنامج دنيا يا دنيا، مي السيلاوي. ضيوفنا من مصر الشقيقة، مخرج العرض المسرحي نوستالجيا الأستاذ محمود أبو دوم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. والدكتورة فيحة عبد الهادي، باحثة وكاتبة، أهلا وسهلا فيك في قناة من فلسطين. من فلسطين، أهلين. بدنا نحكي أستاذ محمود، كيف ممكن للحكاية تتحول إلى مادة أدبية؟ طبعا هي عملية صعبة ومعقدة جدا، يعني بس خليني أقول بداية أني اسم المسرحية نوستالجيا، وده مصطلح أوروبي بيعني الحنين إلى الماضي. فالمسرحية مكونة من عدة ذكريات من طفولتي في القرية اللي أنا عشت فيها، اللي الواقع بتاعها بيتشابه كتير جدا مع الواقع في فلسطين وفي الأردن وفي تونس وفي السودان، يعني واقع عربي في الآخر، رغم أنه المصادر بتاعته متعددة ما بين هوية عربية إسلامية لهوية مسيحية لهوية فرعونية، لامتزاج الخيوط الثلاثة دول خلق نفس الواقع اللي هو موجود في كل الإنسان بيرى الأشياء على شاشتين، في شاشة داخلية وفي شاشة خارجية. الشاشة الخارجية بيدرك بيها الزمن والوقت والمكان والمنطق، والشاشة الداخلية بيدرك بيها المشاعر. وبعدين بيحصل ان الشاشتين بيحصل فيهم تداخل، التداخل اللي بيحصل بينهم او الامتزاج اللي بيحصل بينهم بيعمل نوع من تقاطع في الزمان وفي المكان،
ده البروسيس او العمليه الابداعيه بتمر من هنا, من امتزاج الشاشه الخارجيه للانسان والشاشه الداخليه اللي بيحمل فيها ذكرياته. فما ما بيقدرش يكتب الواقع بالظبط لان الواقع اكبر من العقل بكتير, لكن هو بيتناول الواقع. دكتورة فحاء, ما هو رأيك في العمل في المسرحية؟ الحقيقة أنا يعني كنت أعجبت جدا في المسرحية. الإشي الرئيسي اللي حبيته واللي حسيت إنه يعني وصل للمشاهد بإنه يعني الحكاية لها أوجه مختلفة ومتعددة, وما فيش حكاية بتبقى هي الصوت الواحد اللي بكرسه اللي بتكرس, واللي كتير إجا متناغم مع موضوع الثورات العربية. صح. لأنه هون في كسر للأحادية, أحادية الصوت. الحكاية إحنا سمعناها بأكثر من وجه زي ما قال الدكتور الأستاذ محمود المخرج, وقال بأنه يعني إحنا سمعنا حكايتين كل واحدة فيهم بأكثر من صورة وبأكثر من وجه, وهذا شيء بيطلق عنان الخيال للمشاهد والمشاهدة, وهذا هو أثر الحكاية عموما على الطفل والشاب وأي حد بيسمع الحكاية, إنه في شيء بوصل الخيال بتنفتح آفاق, وبيبقى في إحساس بالحرية, الانطلاق والحرية واللي هي أهم قيمة في حياة الشعوب. صح. زائد الكسر الصوت الواحد اللي احنا بصراحة زهقنا وملينا على طول امتداد العالم العربي. هناك ضرورة لاحترام التعددية, تعددية ثقافية, تعددية تعدد الآراء. الطبيعة نفسها مختلفة, الطبيعة نفسها ما بتلاقي لون واحد, احنا ضد اللون الواحد, وهذا انا شفته في المسرحية. ما فيش لون واحد, ما فيش حكاية واحدة, في حكاية مهرجان اسمه حكاية. بالضبط, وهذا جزء من يعني من الهدف الرئيسي, انه كيف ممكن تبقى الحكاية والقصة هي منطلق وبيساعد على التحرر, مش بشكل مباشر, بشكل غير مباشر, كيف بيساعد على الانطلاق, على التحرر, على سماع الآراء المختلفة, على احترام الآراء المختلفة, على كمان الحس النقدي اللي احنا حسيته بالمسرحية, نقد لموضوع والشرف يا بنات غالي. الموضوع يعني هم أعلوا من قيمة الحب اللي هي قيمة إنسانية عليا, حب بكل أشكاله أعلوا من قيمته, ولكن بنفس الوقت عملوا سؤال عند أي حد بشاهد, إيش يعني, شو مفهوم الشرف اللي ممكن إنه يكون على غلطة صغيرة, على إنه بنت حكت مع شاب ممكن تقتل تحت في الصعيد مثلا, في أي مناطق اللي محافظة على طول وامتداد العالم العربي. فهي فكرة إنه إحنا منسائل القيم الموروثة, القبلية, الشرف, كل هاي الأشياء اللي إحنا بناخدها مرات مسلمات, ولكن هي من خلال الحكاية بتخلي اللي بيطلع واللي بيشاهد واللي بيسمع إنه يقول لا, الحكاية إلها وجه تاني, الحقيقة أصلا هي إلها وجهين مش وجه واحد. صح. أستاذ محمود, كيف لقيت الحضور استوعب المسرحية زي ما أنت بحب كنت توصلها لهم؟ جدا. يعني آليات التلقي طبعا مختلفة عن, أنا عايش في اسكندرية, آليات التلقي مختلفة لأن اسكندرية الشعب بتاعها بينتمي للساحل وللبحر, فبيعبر دايما كده بضجيج وصخب يعني. الجمهور هنا أو المتفرجين في عمان عندهم كده تراديشنز, تقاليد راسخة من مشاهدة المسرح, بيتفرجوا في هدوء يعني. مش زيكم؟ لا مش زينا, بس ممكن برضو موبايل يرن حاجة كده يعني, لكن غير كده. أنا عايز أقول إن ربما يكون الحكي هو أنسب أشكال الفرجة المسرحية بالنسبة لنا كشعوب عربية. أنا مجتمعي في الصعيد مليء بالحكائين, يعني لو حضرتك نزلت القرية بتاعتنا ممكن تطلع لك 20-50 حكاء, بعضهم حافظ مليون بيت من السيرة الهلالية اللي هي كتاب العرب, وبتحكى في 30 ليلة, فكانوا بيحكوها في رمضان عن تغريبة أو عن غربة بني هلال ورحلتهم من تونس للسعودية ومن العودة مرة أخرى مرورا بكل الأقطار دي. كمان على ده على المستوى المحلي, لكن على المستوى الإنساني أعتقد أن الحكي هو التاريخ الشفوي للإنسان. كلنا بتنتقل لنا
الخبرات الإنسانية بعلاقات المشافهة. يعني مش عايز أحط نسب، لكن على الأقل يعني 70% من خبراتنا اكتسبناها بالمشافهة، ما اكتسبناش بالقراءة أو والتلفزيون بيلعب هذا الدور طبعا طبعا بيخاطب العين، لكن هي ثقافة مشافهة برضو في الآخر لو أضفنا إليها الراديو اللي بيلعب دور كبير كمان. دكتورة فحاء، بدي أسألك آخر شيء، المسرحية اللي إمتى رح يبلش عرض مهرجان حكاية؟ أيوة. لإمتى رح يكون؟ لعشرين، ليوم 20. إيش عندك البرنامج؟ البرنامج أيوة. من 13 ل 20 الشهر، وراح يكون هو موجود في مسرح في اماكن متعدده. هي ميزه المهرجان، هاي اللي عم تعملها صراحه امانه عمان، عم بتحاول توزع في كل المناطق. بالضبط، يعني في مناطق مختلفه في عمان والمحافظات. بالضبط بالضبط. ولقيته انه يعني حلو الواحد انه ما يضل مركز على العاصمه. صحيح، لازم صحيح. يطلع لبرا ويوصل للناس، يعني في اكثر من مكان تجمع وباكثر من هذا. شيء جميل. حضرتك بما انك باحثه وكاتبه يعني من فلسطين ولك وزنك على الساحه العربيه، كيف لاقي العروض الثانيه؟ اكيد يعني الا قريتي عنها، سمعتي منهم موجودين حتى قبل ما يعرضوها، يعني الا يكون لك نظره. يعني الحقيقه ما هو هذا يعني المهرجان سنوي وفي اكثر من، ودائما خلينا نقول يعني ما نحكمش على الاعمال قبل ما نشوفها، بس بشكل عام يعني كان امبارح في عرض برضه في حكائين من بلاد برضه اجنبيه، في ناس من ايرلندا، في يعني عربيه واجنبيه، يعني في شيء انساني عالمي اللي هي الاهتمام بموضوع الحكايه. وبتهيأ لي لانه صار في وعي وادراك لاهميه الحكايه في بناء الانسان وبناء الاوطان، وبنشوف احنا بنطلع الحقيقه على تجارب متنوعه عديده من مختلف البلدان، في منها جزء يعني باشكال مختلفه، باشكال مسرح، باشكال سينما، باكثر من شكل ولون، بفن تشكيلي باكثر من شكل، غناء، يعني كل انواع الاشكال الفنيه. زائد انه في طبعا ايضا نقاش، يعني في ملتقى لنقاش بعض الاشياء لتطوير الافكار حول الموضوع. مش بس عرض وخلاص، لا بدنا نحكي عنه. في عندنا يعني 3 ايام للملتقى، ملتقى حكايه اللي هو بناقش اكثر من شيء. مثلا واحد من الجلسات راح تكون عن موضوع كيف ممكن تحويل الحكايه الشفويه لنصوص ادبيه او الى اعمال فنيه. في منها واحده انه كيف ممكن هاي ارشيفات اللي هي الارشيفات موجودة برضو في لكل الناس اللي تستخدم هذا النوع من العمل، لأنه أنا لما بوصل لنص أدبي أو شعر مثلا، نص شعري أو كذا، فأنا طبعا قبل هيك بدي أكون عاملة مقابلات وسامعة حكايات شفوية كتير، فأنا بأرشفها كتاريخ، وبالتالي عندي الحكاية مؤرشفة كتاريخ بده يكون للأجيال القادمة، وعندي النص الأدبي، وبالتالي أنا طيب هاي أنا سجلتها على كاسيت أو سجلتها على فيديو، يعني بمعنى عندي شريط مرئي أو شريط مسموع، ما هو إيش بدي أعمل في هاي الأشرطة؟ كيف ممكن الأركايفز، هدول أرشيفات للشعوب العربية، طب كيف ممكن هدول الأرشيفات وحتى شعوب العالم اللي هي مهتمة بنفس النوع اللون الحكي، طب كيف ممكن هاي الأرشيفات إنه نستفيد منها، يستفاد منها، ما تبقاش موجودة بالخزائن، ما تخربش، أولا كيف نحافظ عليها، ثانيا كيف ممكن نعملها نوع من الـ يعني سهولة التداول، وخاصة في يعني في عالم ثورة المعلومات اللي صار في إمكانية إنك تحولي الأشياء لأولا لأشياء ممكن تستفيدي منها يعني لأطول مدة ممكنة تحافظي عليها، ثانيا كيف ممكن إنه أنت عندك حكايات وأنا عندي حكايات وأستاذ محمود عنده حكايات، كيف ممكن نتبادل هاي الحكايات ونستفيد منها بطرق مختلفة، كيف ممكن الشعب المصري يتعرف على حكاية الشعب الفلسطيني، كيف ممكن حكاية الشعب الفلسطيني يتعرف على حكاية الشعب المصري زائد الشعب الإيرلندي، وهون بيصير في الانفتاح الثقافي اللي فعلا بيعمل نوع من الشيء الإنساني الجميل الخلاق اللي صالح الإنسانية كلها. صح. دكتورة فيحاء عبد الهادي، باحثة وكاتبة من فلسطين، أهلا وسهلا فيك وشكرا على الكلام الحلو اللي حكيتيه. تسلمي تسلمي. والأستاذ محمود أبو دومة، مخرج لعرض المسرحي نوستالجيا، أهلا وسهلا فيك في الأردن، أتمنى لك كل التوفيق. كتر خيرك، شكرا جزيلا. مشاهدينا مكملين معكم مع رندا النجار وسيف شاهين بفقرة فنية، خليكم معنا.